أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون صباح اليوم أن لا اتفاق حتى الآن مع شركائه الأوروبيين حول مطالبه من أجل بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن المفاوضات ستواصل مساء اليوم. وأعرب كاميرون لدى وصوله لاستئناف القمة الأوروبية التي بدأت أمس الخميس في بروكسل عن أمله في انتزاع اتفاق يسمح له بتنظيم استفتاء ينطوي على مخاطر كبرى حول بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يونيو حزيران المقبل. معي عبر الهاتف من لندن الكاتب الصحفي جهاد الخازن. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جهاد. كيف هي الأصداء ما يحدث وهذه المفاوضات وما يتم الإعلان عنه في بريطانيا؟ في اللحظة هذه لم تنتهي المفاوضات ولا نعرف ماذا سيحدث. كان هناك غداء بريطاني الساعة 1 أرجئ للساعة 2 أرجئ للساعة 4:30، يعني صفا بالدارج عصروني ما عادش هذا، ويفترض أن يتحدثوا فيه. إذا أختي إذا تسمحي لي، ما يحدث الآن حدث إطلاقا مثله سنة 1973 ل 75. بريطانيا دخلت الاتحاد السوق المشترك سنة 73، والحكومة العمالية هارولد ويلسون أجرى استفتاء عليها سنة 75، حاول أن يحصل على شروط أفضل وفشل. أعتقد أن ديفيد كاميرون سيفشل أيضا كما فشل ويلسون قبله، لأن هن يعني دخلوا على بالاتحاد الأوروبي، هو قبل بالشروط في البداية، مجرد ما أنه دخل بدأ يطالب بتغيير الشروط الدخول هذه، بعض الحقوق المحلية لبريطانيا بالنسبة إلى اللاجئين، بالنسبة إلى المرتبات لعدم العمل أو غير ذلك، ولكنه وافق على ذلك عندما دخل، والآن أصبح يطالب كما طالب ويلسون قبله. أعتقد أنه سينتهي إلى الفشل، أو إذا حصل على شيء سيحصل على أقل القليل. طيب الشارع كيف ينظر سيد جهاد اليوم إلى هكذا محاولات، سواء باءت بالفشل أو كللت بالنجاح؟ كيف ينظر يعني إلى حسنات هذه وسيئات تلك؟ آخر استفتاء قرأته وكان اليوم، أجري هذا الأسبوع، يقول أن غالبية من البريطانيين، غالبية واضحة 67%، تؤيد البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعني حوالي ثلثي البريطانيين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن كاميرون سيضطر إلى الاستماع لرأي الناس. لا أعتقد أن بريطانيا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتما ليس المحافظون يريدون ذلك، ولكنهم يحاولون تحسين يعني وضعهم الداخلي على حساب الاتحاد الأوروبي. بعض الأوروبيين قالوا مثل المستشارة ميركل، قالت أن ستفعل كل ما في وسعها لتبقى بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في حين أن اليونان هددت باستخدام الفيتو ضد أي اتفاق مع بريطانيا، تشعر بأنها سيؤذي مصالحها ومصالح مواطنيها في بريطانيا. لذلك الوضع عائم جدا أختي، وأعتقد أننا هذه الليلة سنسمع يعني مؤشرات واضحة إلى الاتفاق وحجم الاتفاق. سيكون هناك اتفاق، ولكن أعتقد أن سيكون اتفاقا هزيلا ليس الذي يريده ديفيد كاميرون. أنا أشكرك جزيلا سيد جهاد الخازن الكاتب الصحفي على هذه المشاركة معنا من لندن.